المكسيك لديها لقب في كأس العالم للناشئين، للناشئين. نعم الأوروغواي ربما أول مرة. يعني كنت أقول لسامي أجمل من كل كوبا أمريكا بالفعل، هذه مباراة كانت المباراة رائعة. في نعم الناشئين. وهنا دعني أن أحيي لاعب ناشئ في لبنان مع نادي الشباب العربي، وسام عبود، حارس مرمى متميز أيضا. نتمنى أن يعني نعم منتخب لبنان نراه في هكذا محافل.